اليوم في عنا فعالية في المدرسة تتحدث عن التراث الفلسطيني والذي يحمل في طياته الكثير من الهوية الفلسطينية التي تؤكد على تمسك شعبنا بما خلفه لنا أجدادنا من تراث ومن ملبس ومأكل ومشرب ومسكن أيضا. هذه الهوية التي نحملها في دمائنا والتي نتمسك بها دوما ونحمل وعفوا مش نحمل ممكن نحكي أنه نخلفها لأبنائنا حتى يكونوا متمسكين في القضية. اليوم بنعمل إحنا في المدرسة اللي هي فعالية عن التراث تتمحور حول شقين أساسيات اللي هم التراث بشكل عام والغذاء. الغذاء الفلسطيني هو غذاء لا يقتصر على كونه مأكولات شعبية بحتة، ولكن هي غذاء يحمل في قيمته الكثير من القيم الغذائية التي فعلا كانت هي تصب في أجساد أجدادنا بطريقة جعلتهم من الأقوياء في قطف الزيتون في الفعاليات اللي كانوا يقيموها.